النهارده هنعمل مع بعض السبرينج رولز باللحمه والخضار. خليني اقول لكم بسرعه ايه المكونات اللي عندي. انا عندي لحمه مفرومه، عندي مشروم متقطع صغير، عندي بصل، عندي كرومب، عندي شعريه، وبعد كده عندي زيت سمسم، وعندي صويا صوص، عندي هنا كمان جزر مبشور، وفي الاخر للتقديم عندي سويت تشيلي ومايونيز، وطبعا عندي شرايح اللي هي بتاعه السبرينج رولز. طيب الاول كده اول حاجه خالص هناخد الشعريه وهحط عليها ميه مغليه وهسيبها كده ترتاح على ما نخلص احنا بقيه الحشو بتاع السبرينج رولز. هتاخد لها مثلا ايه 5-6 دقايق قاعده كده في الميه دي. طاسه احطها على النار وسايب هنا الزيت بيقدح عشان نحمر فيه. معلقه كبيره مثلا من الزيت زيتون، وهننزل فيه اللحمه المفرومه، كسرها كده بالسباتولا، وهتبلها بشويه اهو بالفلفل الاسود، وهنسيب الملح مش هنحطه دلوقتي، هنحطه واحنا بنشيلها خالص. خلينا هنعمل البصله، هنفرمها فرم عادي خالص، ناخدها كده واحده بالنص، مش لازم انعم حاجه في الدنيا، لكن بس خلي بالنا ان ده هيستعمل في الحشو، فلازم برضو الى حد كبير ما يبقاش خلاص. اللحمه اهي ثواني بالظبط، خلوني بس اصفي الشعريه اهي، وهنقلها على البوله دي، نجيبها كده نخليها جنبنا لان دي اللي هنجمع فيها كل حاجه في الحشو. طيب لحمه كده خلاص اهي تمام، اقدر اشيلها دلوقتي، هنزلها على الشعرية. طيب نقطة زيت زيتون تاني، وابتدي بقى انزل الخضار. انا عندي بصل، الجزر، والمشروم، هملح دلوقتي اللحمه اهو سنه، ما حطيناش عليها ملح وهي في الطاسه، ونقلب برضو الشعريه كده ما تلزقش في بعض اهو، وهنديها تقليب وعلى جنب، نقلبهم كده مع بعض، هنسيبها كده 4-5 دقايق على ما احضر الكرنب. انا كمان عندي هنا شويه ميه بنشا عشان نقفل بيهم السبرينج رولز. طيب هنجيب واحده الكرنب، كرنب مستو ايه؟ ان هو من جوه التقطيعه بتاعته الطبيعيه، لو انت هتقطعه رفيع فهو هيطلع بالشكل اللي انت متعود عليه في السبرينج رولز او في الكول سلو او في اي حاجه من دي. فكل اللي احنا بنحتاج نعمله احنا اهو بناخدها حتت رفيعه على قد ما نقدر. جمع اهو الكرنب اللي عندي، احاول اشيل الحتت اللي هي الناشفه اللي كانت في القلب، وننزل بالكرنب اهو على طول. وهنقلبه بالظبط دقيقه دقيقتين لحد بس يا دوبك ما الكرنب يدبل معاه. هنا بقى ممكن ازود له ايه؟ سنة ملح. خلينا نجيب البولة هي اللي جمعنا فيها كل حاجة،
خلاص اهو الكرنب بتاعي تقريبا دبل. هرفع الخضار وهنزله على الشعريه واللحم. عايز اديها بقى تقليبه محترمه كده. يعني ناخد بس شويه وقت كده نقلبها عشان احنا حطيناها طبقات وعايزينها في الاخر يعني تتمزج كويس، تبقى متوزعه تقريبا بطريقه متساويه. بعد ما قلبتها هزود هنا الصويا صوص وزيت السبسه. وقلبها تقليبه كمان. حلو قوي. هناخد اهي حته السبرينج رولز بتاعتنا. هو بنحطها بالشكل ده. تبقى محطوطه قدامنا بشكل ماسي مش مربع، فيبقى الطرف هنا وهنا هما اللي قدامنا. وبعد كده بقى المهم بس ما نحطش كتير، هنحط شويه اهو من الحشو. ببتدي الف وبخليها ضيقه على قد ما اقدر. ادخل الناحية دي، ادخل الناحية دي، اديها اظبطها بس لو حسنيها واسعة كده شوية، واديها اهو اللفة، خليها دايما ضيقة. هجيب النشا ممكن بصباعي كده او بفرشة زي الظرف كده بالظبط، نقفلها لحد ما تلزق واحطها هنا في الطبق. خلينا نعمل مع بعض واحدة تانية. بجيب دي، اهم حاجة بس ان انا بجيب دي لجوه كده وببتدي اهو الف. ادي حاجة اقدر عليها، بجيب ده كده الناحية دي بجيبها كده اهو، باخد لفة كمان، يبقى هو شكل اللي هو زي الظرف ده زي ما بقول لكم. فبشويه نشا بشويه بيض ممكن برضو نديها كده القفله ونكملها كده. انا كده خلصت اهو، لفينا كل كميه السبرينج رولز، وعندي الزيت زي ما قلت لكم بيقدح على النار، كل الحاجه اللي جوه السبرينج رولز مستويه، فاحنا يا دوبك هنحطها بس القشره او الطبقه اللي بره دي تستوي، فما بتاخدش وقت خالص. جينا كده هرصهم انا عندي هنا كده في المقصوصه. خلاص كده سبرينج رولز زي ما انتم شايفين لونها اهو ذهبي كريسبي، سامعين حتى صوتها وهي بتنزل.